السلام عليكم. اليوم بنرحب فيكم من كرونس أبوتيك، وبمناسبة شهر رمضان بنحكي لكم كل عام وانتم بخير، وعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. واليوم بدنا نحكي بموضوع آخر، ما بدنا نحكي عن موضوع ميديسين، لكن بدنا نحكي عن موضوع الصيام والميديسين، أو الصيام والأدوية، وكيف الشخص ممكن يأخذ أدويته. موضوع الصيام السنة هاي إنه ما راح يكون فترة طويلة زي السنوات السابقة، فعشان هيك في مجال كبير جدا انه تتفضلوا عندنا بالصيدليه حتى نعطيكم نصائح. واللي نقدر نحكيها انه في خلال هذا الشهر، شهر رمضان، اللي هي بتكون فقط مؤقته او تلفلت، يعني بس خلال الشهر حتى الواحد كيف ياخذ دواء بالطريقه الصحيحه. في ادويه، في امراض كثيره انه ما بيقدر يقطع الادويه تاعته في صيام او غير صيام، مثل الادويه، مثل امراض القلب، امراض السرطان، امراض الضغط، السكري. علشان هيك في عنا احنا هنا طاقم بتكلم اللغة العربية، وممكن انه ينسق لك ادويتك كيف تاخذها خلال شهر رمضان فقط، وبعد شهر رمضان كل شيء بيرجع كالعادي لطبيعته. الصيام الكل بيعرف بانه بصير في جفاف، او الشخص معرض انه يصير في عنده جفاف بالجسم، فعشان هيك بننصح بالفيتسكير سيتنينج. ومن ناحية تانية بعد الافطار ايضا بننصح بحبه فيتامين او المالتي فيتامينز، حتى يضل الشخص محافظ على نشاطه، محافظ على لياقته، ما يتعب خلال النهار. والسوائل مهمه جدا من ما بين الافطار والصيام، هاي مهمه جدا. وزي ما حكينا الفيتسكير سيتنينج فيها مواد طبيعيه، فيها املاح معدنيه كثيره بتفيد الجسم وبتغذي الجسم حتى ما يصبع عنده جفاف. السحور مهم جدا في رمضان، لأنه أول شيء الشخص بيخزن بعض السوائل وبعض الأكل أيضاً اللي يستطيع أنه يحافظ على نشاطه خلال النهار. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وصى على السحور: تصحروا فإن في السحور بركة. اللي بتعودين على الدخان والقهوة، فهاي فرصة رائعة جداً وفرصة متاحة للجميع أنه يترك هاي العادة، العادة السيئة اللي هي عادة التدخين. فبإمكانه أنه يعود نفسه أنه يترك هذا الدخان، بما أنه استطاع أنه يصوم 10 أو 8 ساعات أو 12 ساعة بدون دخان، إذن هو بيستطيع أنه يكمل ما تبقى من اليوم بدون دخان. في الأشياء اللي ممكن تساعد على ترك الدخان، اللي هي موضوع اللزقات اللي بتنحط على الكتف أو في أماكن أخرى، هاي بتساعد على ترك الدخان، ولكن ننصح انه تستشير ناس علماء في هذا الموضوع، انه يجوز او لا يجوز تبطل الصيام او لا تبطل الصيام. من ناحية تانية انه لازم تستشير طبيبك بالنسبة للصيام، اذا انه بيأثر على مرضك او انه لا ما في مشكلة ممكن انك تصوم، وهذا الشيء مهم جدا بحيث انه الصيام ما يأثر على مرضك وما يزيد الحالة سوء. وبعد ما تستشير طبيب في هذا الشيء تفضل لعنا لهين، واحنا على استعداد كامل وخبرة كاملة وطويلة جدا ننسق لك دواء كيف بدك تاخذه خلال شهر رمضان.